estadio del Club Atlético Boca Juniors, el partido de reconocimiento, de homenaje a Diego Armando Maradona. Me dice una frase que a mí me conmovió, me dice, yo tenía miedo cuando... قال لي عبارة هزت كياني. قال لي عندما عدت من المكسيك كنت أخشى أن ينساني الناس، لكن بعد ذلك وفي كل مكان ذهب إليه كان دييغو الرقم واحد دائما، القدوة، الشخص الذي تفوق على الجميع. Allí las figuras, el equipo de las estrellas que va a enfrentar al seleccionado argentino esta tarde, en un rato nada más, en una jornada emocionante con muchos toques que tienen que ver con los recuerdos de la historia de Diego Armando Maradona y un público fervoroso que espera ansioso la presentación de Diego y también del seleccionado argentino ya clasificado. Yo traté de ser feliz cuando el fútbol y hacerlo feliz a todos ustedes. Creo que lo logré y la verdad que hoy no me lo esperaba. Porque esto es demasiado para una persona, demasiado para un jugador de fútbol. Le agradezco con mi corazón. أخبرني مرات عدة بأنه قدم 30% فقط من مستواه. تخيلوا فقط لو أنه استغل قدراته كاملة. أول مواعيدنا في العاصمة الأرجنتينية كانت مع خوليو شابيتا، الصحفي الأرجنتيني الذي يعرف مارادونا جيدا والذي كتب خبرا تمنى ألا يكون هو من كتبه. لسوء حظي كنت الصحفي الأول في العالم الذي كتب خبر الوفاة مع زميلي ماريانو فيرينا. كنت سباقاً لبث الخبر الذي تمنيت ألا أكون كاتبه، وهو وفاة مارادونا. أتذكره كما لو أنه اليوم، يوم 25 من نوفمبر، وصلني خبر أن دييغو أصيب بنوبة قلبية. لم أعطي الخبر أهمية كبرى، لأنه عاش تجربة مماثلة وعاد إلى الحياة. لكن الوضع كان هذه المرة خطيراً للغاية. ظهراً تلقى زميلي رسالة على الواتساب فيها عبارة واحدة: لقد مات. كان مارادونا يخشى من أن ينساه الناس، لكن كثيراً من الناس يعتقدون أن مارادونا أكبر من أن ينسى. فرانسيسكو زيلا، المشجع العاشق لمارادونا، أحد هؤلاء. أولى ذكرياتي مع كرة القدم مرتبطة بمارادونا، مرتبطة بالمنتخب الوطني. أحب مارادونا بسبب جدي، كان مارادونيا بنسبة 100%. وأولى ذكرياتي كانت نهائيات كأس العالم 1990، ولا أدري إن كنت شاهدتها فعلا أو يخيل إلي ذلك، بسبب أنهم أخبروني عن تلك اللحظات كثيرا، لدرجة أنني أحفظ تفاصيل تلك الذكريات. هيا يا أصدقاء، سأريكم معرض دييغو. هيا. أنا أعيش هكذا، ليس كل يوم طبعا، لست هكذا، لكن أحاول أن أستعرض بعض من جوانبه الرائعة. هذا هو القميص الذي لعب به في إشبيليا، القمصان، الكثير من القمصان، لدي الكثير من الملابس والتذكارات والصور. وهذا هو هدفه التاريخي في مونديال 1986. داخل هذا البيت عاش مارادونا سنواته الأولى كلاعب محترف.
تحول هذا المنزل البسيط إلى متحف يروي بعضا من تفاصيل بداية مارادونا في مسار كرة القدم الاحترافية. إنه ذلك الصبي الذي جاء من مكان ليس من السهل النجاح فيه، ثم بعد ذلك وبناء على خلفيته أصبح متمردا، بمعنى أنه شخص لا يرتاح كثيرا للسلطة، وهو من السباقين للحديث عن فساد الفيفا واليوفا في وقت لم يكن الكثير من الناس يصدقون كلامه. ثم أصبح مقدسا، ليس لأنه فعليا من كان يريد ذلك على الرغم من أنه يحب أن تسلط عليه الأضواء، بل لأن الأرجنتين وضعته في ذلك الموضع، لأن هذا كان مرتبطا بما كانت تريده الأرجنتين. حين انتقل إلى برشلونة أصبح دييغو اللاعب الأعلى أجرا، بالإضافة إلى كونه أغلى لاعب في العالم، لأن قيمة الانتقال كانت الأعلى التي دفعت للاعب كرة حينها. في ذلك الوقت كان نجمه قد سطع في الأرجنتين، وكان نجم المنتخب على الرغم من أنه لم يقدم مستوى كبيرا في كأس العالم 1982، لكنه كان يملك الموهبة التي لا يمتلكها الآخرون. وكما نعلم جميعا فإن برشلونة في تلك الفترة كانت تريد نجما من هذا العيار لمساعدتهم على الارتقاء لمستوى آخر على المستوى الرياضي، بالإضافة إلى المنافع الاقتصادية التي سيجنيها النادي. لذلك فإن فكرة جلب مارادونا كانت تحمل في طياتها أبعادا كثيرة. خلف هذا الفتى الذهبي يختفي متمرد من نوع آخر، شخصية متمردة بكل المقاييس. ظهرت بعض ملامح العدوانية في تلك المباراة الشهيرة في نهائي كأس ملك إسبانيا بين برشلونة وأتلتيك بلباو، حيث لم يكن حضور الملك ليمنع مارادونا من أن يثأر لنفسه من الضرب المتعمد الذي تعرض له. الذي حدث في ذلك اليوم أنه كانت على أرضية الملعب فلسفتان مختلفتان، فريقان بعقليات مختلفة ويصارعان من أجل اللقب مع تاريخ من الصراعات، وكان هناك الكثير من التوتر على أرضية الملعب بين الفريقين. لكن ما زاد الوضع سوءا هو أن برشلونة خسرت المباراة، وحين انتهت المقابلة كان مستوى الأدرينالين مرتفعا وبدأت المشاجرة، الناس يضربون بعضهم، وحتى بعض أولئك الذين كانوا يحاولون تهدئة الوضع انضموا للمعركة، وكل هذا كان يحدث تحت أنظار الملك الإسباني. لم تكن تجربة دييغو في برشلونة بذلك القدر من المثالية، فقرر في نهاية المطاف المغادرة نحو نابولي. Seconda mamma mia, grazie di chiamare mio figlio, adesso che ti sto vicino, grazie per tutto il bene che mi vuoi. بمجرد إعلان رغبة نابولي في التعاقد مع اللاعب الأرجنتيني، كانت أصداء الخبر تتفاعل في المدينة. كمشجع كانت لدي الكثير من الذكريات، فبمجرد أن أعلن التلفزيون الخبر بدأت الإثارة. مارادونا أتى إلى نابولي في يوليو عام 1984، المفاوضات دامت لأشهر. الزملاء الذين ذهبوا إلى إسبانيا لمتابعة المفاوضات كانوا يرسلون لنا أخبارا جيدة، لكن في اليوم الموالي يتبين العكس، لقد كان هناك خلاف قوي بين نابولي وبرشلونة. حين أعلنوا في التلفزيون إتمام عملية شراء مارادونا كنت أنتظر بشغف كبير،
كنت أتابع الصحف يوميا لأعرف هل جاء أم لم يأتي بعد. كنت محظوظا بعد ذلك لأن أحظى بصداقة دينو سيلينتانتو الذي كان مستشارا للفريق وكان حاضرا في جميع مفاوضات مارادونا، وحكى لي أثناء تناولنا للعشاء في بيتي تفاصيل ذلك الشهر الذي أمضوه في برشلونة لإقناع النادي ببيع مارادونا. جاء مارادونا إلى نابولي، الملعب كان مفتوحا أمام الجمهور بثمن منخفض لمشاهدة اليوم الأول لمارادونا في نابولي. حينها قال مارادونا كلمة ألهبت مشاعر جماهير نابولي وأحيت آمالهم: سوف أجلب لكم لقب سكوديتو. وهذا ما حدث فعلا وإن احتاج الأمر لبعض الوقت. رأينا أفضل نسخة من دييغو مارادونا، منطقيا قدم اللاعب في المونديال أداء جيدا، لكن نابولي كان النادي الذي تألق فيه كثيرا. أقول دائما إنه حين ترى الأطفال الذين يشجعون ميسي ورونالدو في أيامنا هذه، أقول لهم رجاء انظروا إلى ما قدمه دييغو. بالنسبة لي لقد كانت تجربة نابولي النسخة الأفضل من مارادونا. النسخة الأفضل من مارادونا وثقتها لحظات لا تنسى، أهداف أسطورية ظلت شاهدة على إرث مارادونا. أخبرني فالدانو في إحدى المرات أن مارادونا عرف بأنه لن يصل للكرة برأسه، وحين سجل الهدف قال فالدانو: واو، هل كان هذا بالرأس؟ فقال له أحدهم: لم يكن بالرأس، لقد سجل بيده. بالإضافة لهدفه باليد، سجل مارادونا هدفا لا يصدق، راوغ من خلاله كل الفريق الإنجليزي واحدا تلو الآخر. وبعد هذا الهدف كتبت إحدى الجرائد: مارادونا يراوغ إنجلترا وكل مستعمراتها. لقد كان أفضل هدف في تاريخ كأس العالم، مع تعليق بالإسبانية لفيكتور هيغو موراليس الذي كان أسطوريا. يحفظ هذا الشاب تفاصيل ذلك الهدف، يعيش لحظاته إلى اليوم. Gracias Dios por el fútbol, por Maradona, por estas lágrimas, por este Argentina 2, Inglaterra 0. لكن تجربة نابولي كانت تخفي وراءها حياة أخرى. بدأت آثار تعاطي مارادونا للكوكايين تظهر على أدائه مع نابولي. فشل مارادونا في اختبار المخدرات ليتم إيقافه على إثر ذلك لمدة 15 شهرا. أنا من مشجعي نابولي وأجد أنه من الصعب قول ذلك. المدينة رحبت به يوما ورفضته في يوم آخر. عاش هذه اللحظة بشكل خاص في الجزء الأخير من حياته المهنية عندما ظهرت تلك القصص: العلاقات المشبوهة مع بعض العائلات، المخدرات، التسكع مع شخصيات مشبوهة للغاية، حفلات الدعارة. في تلك المرحلة كانت المدينة ترفضه، لكنه ترك خلفه ما لا يمكن أن ينسى. غادر نابولي بعدها ليلعب مع إشبيليا قبل أن ينتهي به المطاف في بوكا جونيورز، النادي الذي تجمعه علاقة خاصة بالأسطورة الأرجنتينية. حين وصل مارادونا إلى قمة عطائه كلاعب وكان في أحسن حالاته، وصل إلى ما لا يمكن لأي لاعب في العالم أن يصل إليه، لكن ذلك كان لسنتين فقط، من حوالي 85 إلى حدود 87 تقريبا، حين فازت الأرجنتين بكأس العالم وحققت نابولي لقب سكوديتو. لكن هذا كان كل شيء، والحقيقة أنه سلك الطريق الخاطئ. الطريق الخاطئ الذي سلكه مارادونا يعكس مسارا مليئا بالتناقض، تناقض يجتمع في شخصية واحدة.
Es imposible escindir la vida de Diego deportista. من المستحيل التمييز بين حياة مارادونا الخاصة عن حياته الكروية. الأكيد أنه كان يعيش حياة صاخبة للغاية، لكن لا أعتقد أن أي شخص في العالم له الحق في الحكم عليه. لماذا؟ لأنه ما من أحد عاش تلك الظروف التي عاشها مارادونا. سأستعير جملة ليست لي لكنها لشخص يعرفه أحسن مني، وهو البروفيسور فرناندو سينيوريني مدرب اللياقة الخاص به. كان يكرر دائما: كنت سأتبع دييغو إلى نهاية العالم، لكن مع مارادونا لم أكن لأتجاوز زاوية الملعب. جرى سلوك مارادونا عليه انتقادات كثيرة من الصحافة ومن نجوم عالميين. Beckenbauer or Bob Moore, Charlton, all the big name, they have a lot of youngsters who follow them. And then when you have you know, what happened with Maradona, I think this is very bad for the human being, you know, for the youngs, not only for the sport. This is a shame. Decimos que el deporte aleja a los chicos de la droga. Y nosotros lo que hacemos es penalizarlo, suspenderlo por dos años, es como empujarlo, ponerlo en un precipicio y darle el último empujón. لم يبتعد مارادونا كثيرا عن الهوية التي تحدث عنها في هذا اللقاء التلفزيوني. عاش أزمات صحية كثيرة، كانت الطريقة الوحيدة للحفاظ على حياته بدء رحلة العلاج من الإدمان. تجربة كوبا كانت تجربة لابد منها، وكانت نوعا من السلوك الآمن من أجل شفائه. والواقع أنه في نهاية التجربة اكتشفنا أنها لم تكن جيدة على الإطلاق، والواضح أنها لم تنفعه على الإطلاق، بل على العكس تماما. والآن بدأنا نكتشف بعض الأمور التي حدثت هناك، وهذا جزء ليس جيدا في حياته. أتيحت لي فرصة زيارته في كوبا، لكني لم أرغب في ذلك لأني كنت أعرف أنه يمر بأوقات صعبة للغاية. وتم إخباري كما أخبر الجميع أن دييغو كان لا يزال يتعاطى المخدرات، ولم أرغب في إجراء مقابلة مع هذه النسخة من دييغو. كنت أريد أن أجري مقابلة مع دييغو الذي يعطيك عناوين عدة في جملة واحدة. بالنسبة لي كانت فترة مظلمة للغاية. مارادونا في عالم المخدرات كان شخصا مختلفا عن مارادونا خارج عالم المخدرات، وما من شك في ذلك. عانى مارادونا من سمنة حادة، بالإضافة إلى اضطرابات صحية كادت تنهي حياته أكثر من مرة. بعد رحلة علاج شاقة استعاد مارادونا عافيته شيئا فشيئا. ليظهر من جديد في وسائل الإعلام وقد استعاد شيئا من شكله الطبيعي. خاض بعد ذلك مارادونا تجربة تدريب قادته في النهاية لتدريب المنتخب الأرجنتيني. من الواضح أنه كان قادرا على جذب الانتباه وأن يكون الرقم واحد وأن يمتص كل الضغط، وأعتقد أنه كان تحت كثير من الضغط، لكن نتائجه لم تكن سيئة وأنا على يقين من ذلك. لم يحدث ثورة في التكتيك، ولكن من حيث النتائج فإنه لم يكن سيئا. أمضى مارادونا تجربة تدريبية في الإمارات، درب من خلالها أندية عدة. جذبت هذه التجربة عددا من المشاهدين الأرجنتينيين للدوري الإماراتي لكرة القدم. لقد ابتعد عن الأضواء والصخب لإيجاد نوع من السلم النفسي، وقد قالها في إحدى المرات إنه صار بمقدوره أن يتجول بهدوء. بالإضافة إلى ذلك كانت نقلة اقتصادية مهمة، لأننا نعرف القدرات الاقتصادية في هذه المنطقة. في مقابل ذلك فإن أداءه لم يكن سيئا كمدرب. في بعض الأحيان كنت أقول لنفسي: ما الذي أفعله؟ إنها الثانية صباحا وأنا أشاهد مباراة في المكسيك لا يهتم لها الكثير من الناس، أو أبحث عن بث على الإنترنت لأشاهد مبارياته في دولة الإمارات العربية.
كنت أرغب في مشاهدة الكاميرا الصغيرة التي تظهر دييغو، أرى ردود فعله على الأهداف أو أي شيء آخر، لأن ما يريده محب مارادونا دائما هو سعادة دييغو. فإذا كان دييغو سعيدا فلنشجع أي فريق، بما في ذلك تلك الفرق التي لم أتخيل أنني سأعرفها يوما. لكنني تابعت المباريات من خلال حسابات تويتر، وبحثت عن مواقع بث سواء كان من مصدرها من المكسيك أو من الإمارات أو من أي مكان آخر. Filmado, murió Diego Armando Maradona. Nunca pensé que iba a dar esta noticia en vivo. Tan joven. Al aire. Nunca pensé que iba a dar esta noticia. Confirmado recién por Luis. Sigo repasando algunos portales y la noticia dice que efectivamente murió Diego Armando Maradona a los 60 años de edad. كنت أتناول الغداء في مكان شبيه بهذا المكان الذي أجلس فيه الآن حين بدأت الشائعات تروج عبر شبكات التواصل الاجتماعي، وقلت إن الأمر يتعلق بأخبار زائفة شبيهة بتلك التي دائما ما تصلنا، لكن اتضح بعد ذلك أن الأمور جدية. بدأت في التواصل مع الأشخاص الموثوقين وتأكدنا من أن الأمر كان حقيقيا هذه المرة. أصبنا بالذهول فيما انهمرت دموع الكثير منا. لقد كان الأمر مأساويا، وأعتقد أن هذا حصل لكثير من الناس. لسوء الحظ تحدثت إلى شخص من المقربين من دييغو، كان يبكي وأكد لي وفاته. في الساعة 1:06 نشرنا السبق الصحفي الذي انتشر في جميع أنحاء العالم. مع ذلك كانت بعض المواقع تشكك في الموضوع، على الرغم من أن موقعنا نشر الخبر. حين أعطيت الخبر للصحيفة لم أستطع كتابة سطر واحد إلا بعد ساعات عدة. ألقيت الهاتف وبكيت كثيرا، لم أستوعب الأمر. لقد كان السبق الصحفي الذي تمنيت ألا أكون كاتبه. في نابولي كان وقع وفاة مارادونا كبيرا جدا. كنت محظوظا حينها لأنني كنت في إيطاليا، وقلت لنفسي حسنا سأذهب إلى نابولي لأرى شعور الناس بعد تأكد خبر رحيله. رأيت الكثير من المشاعر الجياشة، لكنني رأيت كذلك مشجعين شبابا يهتفون باسمه ويغنون بصوت عال: ذهب جسدك لكن روحك لن ترحل. كانت تلك لحظات لا تنسى. الأغاني التي كان يغنيها هؤلاء الشباب: رأيت مارادونا، رأيت مارادونا. والحقيقة أنهم لم يشاهدوا مارادونا، لكن ما قدمه ظل حاضرا. لقد تألمت في هذه اللحظة، لكن الحقيقة أنني توقعت وفاته منذ سنوات، لذا لم أكن متفاجئا كثيرا. كاد سلوكه يفضي به إلى الموت مرتين على الأقل، لذا لم أكن متفاجئا، لأنني كنت أتوقع أن يموت في أي يوم. عاش أطول مما قد يعيشه شخص في مثل ظروفه. لم يفاجئني موته، لأن وفاته الحقيقية بدأت حين أصبح يتعاطى الكوكايين بشكل يومي. في كاتالونيا كان نحو 50 يجتمعون في الساحة ويبكون، ربما لأنهم كانوا أرجنتينيين. كان الوضع يبدو وكأن شيئا لم يقع. لقد كان الأمر محزنا قليلا، لكنه يعكس قصة الفترة التي أمضاها مارادونا في برشلونة. دييغو هو الأرجنتين. دييغو هو العالم بأسره. ولدت عام 98 ولم أتمكن من رؤيته وهو يلعب. أشاهد دائما مقاطع الفيديو، وكان كل أفراد أسرتي يتحدثون عنه، والدي، إخوتي. كنت أحلم بأن أقابله قبل أن يرحل، لكن حسنا لم يحدث ذلك، وأنا حزينة لعدم تمكني من رؤيته. لقد عانيت كثيرا عندما رحل.
أعتقد أنه منحنا ومنح لجميع الأرجنتينيين وللناس الكثير من الفرح. أنا سعيدة جداً لأنني أرتدي القميص نفسه الذي كان يرتديه وأمثل الفريق نفسه الذي كان يمثله. لم أصدق بعد أنه رحل. أظن دائماً أنه سيظهر في أي لحظة. ينتابني ذلك الإحساس بأنه سيظهر مجدداً، سيظهر بيننا أو من الأعلى وينظر إلى كل الذي حدث في هذه السنة. لا بد أن مارادونا سيضحك كثيراً. مع الصراعات التي ظهرت، مع بعض الشخصيات التي دخلت إلى دائرة الأضواء، لا بد أنه سيضحك كثيراً. أتمنى أن يكون كذلك.